ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن اسباب قله الخصوبه عند الطيور، لان قله الخصوبه عند الطيور دي لها يعني بتسبب مشاكل كتيره جدا في الانتاج. طبعا الانتاج بيضعف، الطيور بتقعد عندنا وقت طويل، وطبعا الدنيا كده مش مستحمله نتيجه ان غلاء اسعار الفلارس والبلكم. وعايزاكم تكتبوا لي في التعليقات تحت سعر الفلارس بالذات وصل عندكم كام، وانت من اي محافظه او من اي بلد اللي بتكتب لي منها. طيب نتكلم عن اسباب قله الخصوبه وعند الطيور، والعلاج اللي هقدمه لهم ايه هو عشان اقدر ازود تاني انتاجي والطيور دي تبقى منتعشه قبل ما يفوت الاوان معانا. ليه بقول قبل ما يفوت الاوان؟ زي ما انا قلت لكم كده، عشان طيورنا ما تقعدش وقت طويل عندنا، الانتاج ما يتاخرش، وابقى انا بضيع وقت وبضيع فتره الانتاج للطيور في السنه. طيب اسباب قله الانتاج او اسباب قله الخصوبه او ضعف الخصوبه عند الذكور بيبقى لها اسباب، واحيانا كمان بتصيب النتيات. هقول لكم في ايه الذكور، هي بتبقى مختصه يعني ايه بالتخصيب نتيجه الحيوانات المنويه عندها، لكن النتيات هي اللي مختصه بانتاج البيض نفسه البيضه. فقله التخصيب عند الذكور مش هيبقى اساسي قوي ان النتايه ما تبيضش، لا ممكن النتايه تبيض والبيض يبقى غير مخصب، ودي اعتقد ان انتوا بتقابلوها كتير قوي، وفي هو كتير قوي بيكتبوا لي في الموضوع ده النتايه بتبيض بسم الله ما شاء الله بست سبع بيضات وما فيش ولا بيضه مخصبه، او البيض من الخمس ست بيضات او حتى من الاربع بيضات اللي بيضتهم ده اقل حاجه بيضه ولا اتنين بس هم اللي بيبقوا مخصبين، والله اعلم بيكملوا باقي يعني باقي الاكتمال الجنين جوه البويضه ولا البيضه ولا لا. طيب ايه اللي بيؤدي معانا لقله الخصوبه عند الذكور؟ بقى ناخدها واحده واحده كده. اللي ممكن يقلل الخصوبه عند الذكور ممكن ضعف ان انت ما بتاكلش حلو، النظام الغذائي مع طيورك مش صح، ما بتاكلش حاجات كامله مع بعض. بمعنى ايه؟ ممكن تكون بتعتمد اعتماد كلي على الحبوب، وطبعا ما فيش اي طائر في الدنيا نقدر ان احنا نعتمد معاه على الحبوب بس، فلازم تكون بتنوع له، لازم تكون بتقدم كالسيوم، لازم تكون بتقدم فيتامينات متعدده، لازم تكون بتقدم زيوت. كل الحاجات دي يا جماعه ممكن تاثر بتاثير مباشر قوي قوي على قله على الخصوبه عند الذكور، الذكور بالذات. خدوا بالكم كمان من حاجه بقى، مش هقول لكم الوقفات بس، الوقفه طبعا ممكن تقلل عمليه التزاوج او ما تخليش التزاوج موجود، حتى لو الذكر عنده الخصوبه عاليه ممكن الوقفه تاثر عليه. ولكن هقول لكم برده على حاجه مهمه قوي، قله الخصوبه او يعني ضعف الخصوبه عند الذكور بتيجي من التعود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا احيانا بنعمل ايه، بنجوز اخوات لبعض، تمام، بنجوز الام لابنها او الاب البنت، الكلام اللي احنا في الغالب بنعمله ده. وانا قلت الموضوع ده لازم يكون بشروط ان يكون عندك الطيور الاساسيه نفسها، لو هتجوز من بعض يبقى الطيور الاساسيه عندك لازم تكون ما فيهاش اي امراض زي السالمونيلا والكلام ده كله. وخدوا بالكم ان السالمونيلا من الاسباب الاساسيه لضعف الخصوبه عند الذكور، وخدوا بالكم برضو ان المضادات الحيويه الكتير اللي بنديها للطيور عندنا بتؤدي لضعف الخصوبه، واحيان واوقات كتيره قوي بشوفها بيجي للذكور عقم من كثره الادويه. فعشان كده انا دايما في قناه كلام في الهوايه هنا بقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا نقلل شويه ونقنن شويه استخدامنا المواد الكيميائيه حتى الفيتامين، ونقلل كمان المضادات الحيويه، ولازم ادي بعد المضادات الحيويه فيتامين حلو علشان يقوم لي ويفوق لي الطائر ده. وقلت كذا حاجه كذا حاجه والله، كنت بعالج مثلا بيها طيور بعد العلاجات لازم اديها لهم، وهعمل لكم فيديو مفصل عنها. نرجع تاني لقلة الخصوبة دي سببها ايه؟ زي ما انا قلت لكم كده، ممكن نكون بنجوز اخوات لبعض، فبيجي بعد العش التاني والتالت تبتدي تظهر المشاكل دي. احيانا تعود الطيور ان هي موجودة مع بعض، يعني انا مثلا طلعت عدد ما من الفروخ عندي من نوع معين مثلا زي من الكوكتيل، وخليتهم وقت مع بعض وقت طويل، وجيت بعد كده انا قررت ان انا اخد اجوز اتنين منهم من المجموعة دي، تمام، او شفت ان حصل توالف فخدت الاتنين دول وحطيتهم في قفص وتمام اوكي وشفتهم بيتزاوجوا. خلي بالكم ان التزاوج مش دليل على التخصيب الصح، وان البيض هيطلع مخصب تماما. خدوا بالكم بقى من حاجة، ان احيانا بقى ان تعودهم ان هم كانوا الاول مع بعض يعتبروا يكونوا اخوات
لان طلعوا في قفص واحد، الاكل واحد، الجو المحيط واحد. احيانا ده بيؤدي الى فتور في الطيور، فتور في العلاقه ما بين الذكر والنتايه جوه القفص، فبالتالي بنلاقي ان النتايه رافضه ان هي تتزوج من الذكر، واذا تزوجوا ففي الغالب ما بتبقاش التكسير من الذكر للنتايه صح. فالتعود ده بلاش منه مع الطيور. يعني بالكتير قوي هتجوز صعبان عليك ان هو القص ده شكله حلو ومش عايز تفرط فيه وكان اخوات، هتاخد منه العش الاول والعش الثاني، بلاش العش الثالث منه. غير الدم. تغيير الدم بمعنى ايه؟ نغير الازواج، نبدل، نغير النتايه مع ذكر تاني والذكر ده مع نتايه تانيه، حتى لو كانوا بيجيبوا لي بيضه ولا اتنين. يعني انا استنفذت فتره الفري اللي انا بديها للطيور عندي في السماح، في ان انا انتوا طلعتوا لي العش ده مره بيضتين والمره الجايه بيضه واحده، هسيبكوا عش كمان. اذا طلعت نفس النتيجه لا، يبقى انا لازم هغير الدنيا دي مع الطيور دي. فده من الاسباب اللي ممكن تؤدي لضعف التقصيب او قله الخصوبه عند الذكور. ودلوقتي هقول لكم بنعالج بايه. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن في فتره القلش اللي احنا فيها اليومين دول مع طيورنا تلاقوا ضعف في التقصيب. ليه؟ لان في ريش كتير بيقع مع الطيور، وفي ريش بيحل محله. الريش اللي بيحل محله ده، انابيب الريش اللي طالعه الجديده دي بتسبب الم عند الذكر وعند الانثى. فلو حتى الانثى وافقت ان الذكر يطلع يكسر، فمش هتكمل معاه التكسير بسبب الالم اللي طالع او اللي جاي لها من انابيب الريش اللي طالعه الجديد عند الذكر. فنخلي بالنا من النقطه دي، ان فتره القلش مش بس هي مجهود على الطائر يعني جسماني، لا كمان بيقلل قوي فكرة التخصيب عند الذكور وعند النتايج. فنخلي بالنا من النقطة دي. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن احنا بندي ايه للطيور اللي احنا عايزين عندها نقوي او نعالج عندها ضعف الخصوبة، عشان نقدر نزود الانتاج قبل ما نبيع مننا الموسم او قبل فوات الاوان مع الطيور دي. انا بستخدم حاجتين او مش بستخدم حاجتين، لان منهم حاجة انا ما بستخدمهاش بصراحة كتير، وهي السيلينيوم. السيلينيوم اللي هو البيطري ده، يعني ليه يعني اقول لكم ايه ليه قواعد لاستخدامه، هيطلع لكم في حرف الاي. اللي حابب يشتغل بيه بنفس الطريقه دي هيديله نتيجه تحفه وروعه ومضمونه بامر الله، لو استخدمه بنفس التقنينه اللي انا ذكرها في الفيديو اللي هيطلع لكم في حرف الاي، وهيبقى تحت في صندوق الوصف اسفل الفيديو. تمام. السيلينيوم ده لازم يكون مستورد، وله وقت معين وله جرعه معينه وايام معينه عشان يديك النتيجه المطلوبه. تاني حاجة بستخدمها مع الطيور لزيادة او عشان اعالج بيها قلة الخصوبة وعشان اقدر ازود بيها الانتاج عشان ما يروحش مني السيزون او ما يفوتش مني الوقت او الاوان، وهي الحلبة. دي من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها لان انا احافظ على خصوبة طيوري، او لو خصوبة طيوري قلت اقدر استخدمها. الحلبة عندكم حاجتين تستخدموا منها الحلبة. الحاله الاولى ان احنا نجيب نعمل منقوع الحلبه، اللي انا اجيب معلقتين حلبه واغسلهم كويس قوي وهحطهم على ميه سخنه، مش هغليهم. خلي بالكم لان انا عايزه الطيور اللي عايزه الماده الفعاله اللي فيها تفضل فيها والزيوت تفضل فيها. ففي فرق ان انا احط معلقتين واغليهم على النار، وفي فرق ما بين ان انا هاخد ميه بتغلي من الكاتل واحطها على الحلبه واغطيها بطبق كده وابتدي اخد منها واستخدمها للطيور بتاعتي. طب فيها مشاكل يا ضحى لو ان احنا استخدمناها لطيور معاها زغليل؟ لا مفيش مشكله خالص. تمام كده. طيب هستخدمها قد ايه؟ يعني ممكن تستخدموها مرتين في الاسبوع، حلو قوي. طيب في حل تاني، ان احنا اقدم الحبوب الحلبه دي تكون مسلوقه مع الغله او مع الاكل الطري، وبضيفها معلقه منها صغنونه او معلقه كبيره على مثلا كميه معقوله كده من الوجبات الطريه ايا كان نوع الوجبه. بيض بالبقسماط ممكن احط عليه معلقه حلبه مسلوقه كده 3 ارباع سلقه يا جماعه. طيب انا ما بفضلش قوي وضع الحلبه كما هي يعني مسلوقه كده على الوجبات الطريه، لسبب لانها انا بكررها مرتين في الاسبوع، فممكن تعمل اسهالات شويه اسهال، وانا مش عايزه يعني اضطر ان انا اعالج بقى طيوري من الاسهال، فنقنن بس استخدامنا الحلبة. الحلبه فيها حاجات كتير، ده فيها سيلينيوم طبيعي ببلاش كده، يعني هتجيبه بخمسة جنيه حلبه هتقعد معاكوا وقت طويل قوي قوي قوي. والله انا شايفه ان هي احسن كمان من السيلينيوم، ولكن خدوا بالكم السيلينيوم لو هتشتغلوا عليه تشتغلوا عليه الايطالي بلاش المصري. المصري لو هتدوا منه من هنا للسنه الجايه مش هيجيب نتيجه، لانها بصوا مش هنقوله ميه بسكر، لا دي ميه بلون، فمفيش منه اي فايده وبتضيعوا وقت، وفعلا فعلا يعني مش هيجيب معاكم نتيجه، يعني بصوا هتجيبوا عدد من او كميه منه مش هتجيب اي نتيجه. فانصحكم بالمستورد. المستورد هتلاقوه غالي شويتين ثلاثه،
وممكن برضو تلاقي منه المضروب. فنخلي بالنا ونشتري من حد واثقين فيه وما نسترخص يا جماعة. ما يقوليش بعشر عشرين جنيه ادي سيلينيوم، لا السيلينيوم باغلى من كده بكتير. ممكن الازازه دلوقتي حاجه بسيطه منها هتوصل 50 جنيه. اي نعم مش هناخد الكميه كلها، انا باخد منه بالظبط 3 نقط. عندكم بقى الفيديو ارجعوا له عشان ما اطولش عليكم، لا يطلع لكم في الارض. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك.